وللحديث عن آخر مستجدات وتطورات ثورة تشرين معنا من عمان الدكتور ماجد الزبيدي. أهلا وسهلا بك دكتور ماجد. كل الاحترام. أهلا بكم دكتور. على الرغم من تزايد القمع الحكومي للتظاهرات والأساليب المتنوعة التي استخدمتها الحكومة في قمع هذه التظاهرات، إلا أنها ما تزال مستمرة بزخم ثوري قوي. وهنا يكمن السؤال، كيف ترى وتفسر إصرار العراقيين على استمرار هذه الثورة؟ الجواب واضح وسهل وبسيط، أن الظلم والجوع والاعتداءات وعدم الشفافية والتحاصصية الحزبية والطائفية أنزلت العراق والعراقيين إلى مستويات لم تكن معهودة في كل تاريخ العراق من عام 1920 حتى الآن. هذه الحكومات التي جاءت مع الاحتلال وبعد الاحتلال أضاقت العراقيين الويلات في وقت يقوب العراق على أكثر الثروات في العالم. العراق أغنى دولة في العالم وشعبه أكثر الشعوب ثقافة وحضارة وعلما وتعليما، ولهذا الشعب العراقي أكثر الشعوب جوعا وظلما وعدم تداول سلطة حقيقي. هذه هي الأسباب الحقيقية لاستمرار ثورة تشرين أو ثورة الشعب العراقي من الفاو إلى الموصل. نعم، من اللافت أيضا اشتراك شرائح المجتمع المختلفة في هذه المظاهرات، مشاركة كبيرة، ولا سيما مؤخرا من الطلبة الذين أصروا على المشاركة الواسعة من طلبة الثانويات وكذلك الجامعات في مختلف محافظات العراق. ما دلالات ذلك؟ دلالة ذلك واضحة أيضا، أن الحقوق التي يطالب بها الشعب العراقي هي حقوق دخلت كل بيت، دخلت كل بيت عراقي، وأن كل فئات المجتمع وكل شرائح المجتمع من كل الفئات العمرية هي الآن في الشارع تطالب مطلب واحد، إزالة هذا النظام السياسي الحاكم، إزالة الأيديولوجية، إزالة القانون الانتخاب الذي تم على أساسه قيام البرلمان، محاسبة الفاسدين، عودة المال العام المسروق للعراق، نبذ الحزبية المبنية على الطائفية والعرقية، وعودة العراق إلى عراق واحد موحد دون انتماءات مذهبية. هذا يعني أن شباب العراق وهم أكثر الفئات العمرية في المدارس والجامعات هم الآن خلاص الشعب العراقي العظيم من هذا الظلم الجائر، وهم سوف تكونون نبراسا ومنارة للشعوب العربية الأخرى التي ما تزال تئن وترتخ تحت الظلم والطغيان. نعم، يعني كيف ساهم حضور الطلبة بمختلف مراحلهم في ترسيخ قوة هذه الثورة ومفاهيمها، وكيف سيؤثر في سياقها خلال المستقبل القريب؟ ثورة الطلاب في فرنسا عام 1962 غيرت وجه فرنسا، وأيضا ثورة الطلاب في بولندا في وارسو إبان التدخل السوفيتي غيرت وجه بولندا. الطلاب في العراق سيأتون بحكم الوعي السياسي والوعي الوطني، سيأتون بعراق جديد ومفاهيم دستورية وسياسية وبرلمانية جديدة ستكون دروسا في الجامعات وفي الفكر السياسي والقانوني للأجيال القادمة إن شاء الله. هؤلاء هم الذين سيؤسسون للعراق الوطني الواحد الموحد قريبا جدا إن شاء الله. دكتور، هل تتوقع أن تثني محاولات الحكومة الشباب والطلاب عن مسيرتهم الثورية؟ هذا مستحيل. الشباب خرج، والشباب يحمل العنفوان والتحدي، والشباب لن يعود. هؤلاء الشباب فئة عمرية تمثل التحدي الدائم والأبدي، ولهذا شباب الأمة هم قادتها في الحاضر والمستقبل. شباب العراق لن يعودون إلى الخلف مهما بلغ عدد الشهداء والجرحى من قوات الدرك والشرطة التي للأسف الشديد لم تأخذ ولا دروسا حتى دروسا أولية في فهم حقوق واحترام حقوق المواطنين للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أستاذ الصحافة في جامعة فيلادلفيا الدكتور ماجد الزبيدي، كنت معنا من عمان.